هلا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من برنامجكم مايك دور. هذا البرنامج هذا اللي تنعطيو فيه الاخبار ديال الراب المغربي وكاع اي حاجه تتعلق برا. قبل ما نبدا هذه الحلقه هذه بغيتكم كاملين تدخلوا عند فايبر وتقولوا له الله يشافيك بحكم انه يلا دار عمليه مؤخرا. بالنسبه لهذه الحلقه هذه غادي نهضروا على التراكات اللي كاينين لي فيتشرين لي بروجي اللي جايين، وغادي نهضروا على الكلاشات اللي كانوا هذه السيمانه هذه، وغادي نهضروا على البيوغرافي ديال ديزيدو. داكشي علاش الا كنتي باقي ما ابونيش بالضبط ابونا وفعل الكلوش ومرحبا بك في العائله. ما تنساش تدخل وتشوف راه تندير بزاف ديال البرامج اللي فيهم السبور والافلام والمسلسلات فيديوهات تحفيزيه وشحال من حاجه. اما الا كنتي ديجا ابوني فتحيه لي، جيم كومونت بارطاجي الفيديو مع 20. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هو ان الفيديو الاخر اللي كنت لحقت الحلقه الثانيه من مايك دور عرفت واحد التفاعل اللي كبير ووصلتو الحلقه. نحاولوا نوصلوا لهذا الفيديو هذا ل 50 جيم، الاكثر من 50 جيم. بغيتكم هذه الحلقه هذه توصلوها ل 100 جيم، وبعد نكونوا كل حلقه نزيدوا شويه بشويه. هذا الشيء اللي كاين، خليونا نبدا اول فقره هي فقره انستا ستوري. ونبداو مع الكليب الاول اللي غادي يكون ديال ماد اللي سميتو لا لا لا. التراك الثاني فهو ديال البنج اللي سميتو انيمال وقدر في اي لحظه يتلاح. اما بالنسبه للتراك الاخر هو ديال توتو اللي خدام على واحد التراك اللي سميتو الكولوجي. بالنسبه للمونس حتى هو خدام على الفيرسيون الثانيه من التراك ديال بيانو. علاش درت هاد الثلاثه ديال التراكات متابعين هكا؟ بحكم ان المشكل اللي كان بين البنج وتوتو تحل في التليفون. الا باش تعرف البيف اللي كان وقع بين توتو والبنج ومونس غادي نخلي لكم الحلقه في الديسكريبشن بوكس، ولا غادي تلقاها هنايا سير تفرج فيها غادي تنفعك وغادي تعرف المشكل اللي كان واقع بيناتهم. اما بالنسبه للقناوي فتي كليبي الديسك ديال الوالدين. ونمشيو عند ونزا، الدري هذا اللي عنده واحد سكيلز اللي كبير وبينو في هاد 2018 هاجي غادي يلوح التراك ديال هيزباك. اما بالنسبه للبروفيت الزعيم نفس البلان ديال ونزا، بحكم انه حتى هو بين على انه عنده واحد البوتونسييل وكاينه بلاصتو في الراب المغربي، غادي يلوح واحد التراك اللي سميتو سي وولك اللي غادي يكون ويست هو اللي داير ليه البروجيكسيون. اما بالنسبه لكريزيمان فغادي يلوح التروازيام اكستريم الميكستيب ديالو زوم زوم. هذا هو التروازيام اكستريم، بحيت غادي يبقى تراك واحد اللي سميتو جونتي وراها غادي يسد الميكستيب وغادي يبدا خدام في او بي جديده. ونمشيو عند المخيبسي، الدري هذا اللي ما واخدش حقه في الراب المغربي، الدري هذا مراكشي غادي يلوح كاتريام اكستري من الميكستيب ديالو شحطه وغوتا، تراك اللي سميتو البابو. اما بالنسبه للبنات اللي تيرابيو في الدومين غادي يكونوا بزاف ديال التراكات عندنا. ونبداو مع طوندريس اللي من شحال هذا وهي تترابي غادي ترجع بواحد التراك جديد اللي واقيلا سميتو اوبن. اما بالنسبه لقرطاس نسا فخدامه على الكليب ديال تروازيام اكستري من الاو بي ديالها وتشيت، تراك اللي غادي تكون سميتو دياز 31 دياز. ونمشيو عند ايلي اللي تتوجد في الفيرسيون الثانيه من التراك ديال خلوني اللي عرف واحد السكسي كبير وتقريبا وصل 16 مليون مشاهد. ونختموا مع اخر وحده هي بسايكو كوين اللي تتوجد تاهي في واحد الكليب اللي سميتو حايله. بالنسبه للفيتشرينغ اللي جايين في الراب المغربي، كاين فيتشرينغ ما بين تيمو وبروفيت الزعيم في التراك اللي سميتو وودنا السوايع. اما بالنسبه للتراك الثاني فكاين ما بين ايزي وزيد اس هوت دوغ الفوليوم 2. اما بالنسبه للويند فغادي يدير واحد فيتشرينغ مع واحد الدريه من فرنسا اللي سميتها سوها في التراك ديال خليوني سولو. ونمشيو عند الارتيست اللي تيوجد في الالبوم ديالو واللي انفيتا حارف واحد فيتشرينغ اللي سميتو حراقه. الالبوم غادي تكون سميتو كاختي لاتين في الفوليوم الاول ديالو. اما بالنسبه للفيتشرينغ الاخرين اللي باقي ما تحطاتش لهم السميه، كاين فيتشرينغ ما بين ويتنيس وخالد كوسكوس الدري اليوتيوبر اللي تقريبا لاح دابا شي جوج ديال لي فيتشرينغ، وكاين فيتشرينغ اخر ما بين لي مومبر ديال لي ام بي ام ياكوزا ووفر. والفيتشرينغ الاخر اللي تنتسنى انا بفارغ الصبر هو ديال شايفين مع دوزي، بحيث ان هاد لي كولابوغاسيون ما بين فرنسا والمغرب من بعد لارتيست والسولكين. بالنسبه للتراكات اللي غادي يخرجوا وباقي ما تحطاتش لهم السميه، هو التراك ديال رائد اللي غادي تكون فيه 15 دقيقه وعلى ما اظن يقدر يكون هو الفوليوم 2 من كفاحي. بالنسبه لماغما حتى هو شحال هذا مالح شي تراك غادي يرجع بواحد التراك جديد. ميستر دانجر حتى هو شحال هذه مالح شي حاجه خدام في واحد التراك. ونمشيو عند عيون الحق اللي تيوجد في واحد الكليب وما بقى ليه والو يخرج.
ونختمو مع اخر واحد هو الموتشو موبي ديك اللي غادي يلوح واحد الكليب جديد. بالنسبه للبروجي اللي كاينه في الراب المغربي نبداو مع البروجي الاول هو ديال طاني اللي سميتو مروكن دريم واللي غادي يكون في شهر 3. ونمشي عند جوكر حتى هو اللي سال الاو بي ديالو اللي سميتها الطقوس وفيها ثلاثه ديال لي فيتشرينغ، فيتشرينغ مع سبعاتون، فيتشرينغ مع سعد كريفي وفيتشرينغ مع انفيكس. هاد الاو بي هادي اللي غادي يكونوا فيها سبعه ديال التراكات. ونمشيو عند لون، هاد الدري هذا اللي ما واخدش حقه في الراب المغربي اللي خدام على واحد الميكس تيب وقال على ان كل سيمانه غادي تبدا تلاح منها تراك. الميكس تيب اللي سميتها بينفو واللي فيها 17 التراك. ونختمو مع اخر بروجي هو ديال لون اللي غادي يلوح اربعه ديال لي سينجل، كل سيمانه حتى هو غادي يلوح تراك، بحيث انه فاش غادي يسالي غادي يخدم على واحد البروجي اللي كبير، حيث انه غادي يكون معاه نيغافون قرطاسنسا ودراغانو. هادشي اللي كاين في الفقره ديال انستا ستوري، خليونا ندوزو لفقره كلاش. بالنسبه للكلاشات اللي كانوا هاد السيمانه هادي، كان كلاش ما بين كوزان وعصام في هاد التراك هذا. من درب سلطان نتايا الشيطان، تيجي توب لاين خديتي المادز تري الوقت اللي طحتي فيهم بان، من الفاي وشمعة في الدرب درنا بوناني وكان، حيت مغاربة وكان مي وعلى حشيشة مغان، حلمي بيك باسبور ريد وتيكي، غير ما نزلت على أمريكا شيري. على السما كوزان هاد التراك هذا بالتراب الرومي، بحكم أن عصام كان مسمي التراك ديالو بالتراب بلدي. ونمشيو للكلاش الثاني اللي كاين ما بين قرطاس نسا ومسلم. خطرنا القدام ما نلقى كنا اولد سكول، طرخيتو بزاف جينا خدينا بلاصتكم، كتبانو كرجال بات صورة كتنوي فصالتكم، باتي الحلام في الشمال شباب كتقول لينا انتخبو. حيت ان المشكل اللي واقع بين قرطاس نسا ومسلم، كما تتعرفوا انتم ان قرطاس نسا كانت طلعت في الكومبيتيسيون ديال بيكا اللي كانت دازت فواقيلة في الاولى ولا ما عرفتش دوزيام، بحيث ان البيك كان من لجنة التحكيم وغنات قرطاس نسا واحد التراك اللي قال لها بورشتيني. سي مسلم لك الكلمة اخويا. شنو نقول لك، انا كنت كنسمعك وتبورشت فهمتي، عندك واحد الشخصية قوية يعني، ولا فوا ديالك معاوناك باش كتوصلي داكشي اللي كتبتي. صراحة عندك ما تقول، ومرحبا بك في الراب في المغرب. وقال لها زعما على ان الا بغيتي شي حاجة ولا شي البوم ولا استوديو الا بغيتي تسجلي النمره ديالي مرحبا في اي لحظه. فاش غادي تسالي بيكاب غادي يقطع التليفون وما غاديش يبقى عنده حتى كونتاكت معاها. داكشي اللي ما عجبش قرطاس نسا وقالت على انها تقاتلات توصلت لهذا الشيء اللي وصلت ليه دابا. كما وعدتكم غادي نهضروا على الفقره ديال البيوغرافي واللي غادي نهضروا فيها على جيزي دروس. عمر السهيلي اي كي اي جيزي دروس 29 سنه اللي تزاد في مدينه كازا درب السلطان بين المدن. بالنسبه للكوتي ارتستيك بدا تيكتب في 2006 2007، ولكن البدايه الاوفيسيال ديالو كانت في 2011 بالكليب ديال كازافونيا اللي كان عرف واحد السكسي كبير في ديك الوقت. وراه غادي يبدا يلوح دي سينجل حتى ل 10 في 2013 غادي يلوح الالبوم ديالو اللي كان اول البوم اللي سميتو عزي عندو ستيلو، واللي تنعتبرو انا من احسن لي البوم اللي دازو في الراب المغربي، حيت ان هذا الالبوم هذا كانت فيه 21 تراك، خمسه ديال لي فيتشرينغ. الفيتشرينغ الاول اللي كان مع مسلم، واحد مع شايفين، واحد مع ام دوغ، واحد مع ولد الشعب، والاخر مع سليم. وراه غادي يبدا يلوح تراكات بحيث انه لاح باريس، لح كورة حنا مواليها، لح ساليتي ولا باقي. ومن احسن لي فيتشرينغ اللي كانوا عنده هو مع كومي، حيت ان لحو تقريبا شي ثلاثه ديال لي فيتشرينغ في التراك ديال ما فهمونيش، والتراك ديال الشوايه اللي كان عرف واحد سكسي اللي كبير، والتراك ديال رد البال حتى هو. بالنسبه للبروجي اللي جايين عند ديزل دروس، خدام على واحد الالبوم اللي سميتو افلام، اللي غادي يكون على شكل ديكور ميتراج، بحيث ان كل حرف غادي تكون سميتو في كور ميتراج. هذا الكور ميتراج هذا اللي غادي يكونوا فيه 12 دقيقه، غادي يكونوا فيه ثلاثه ديال التراكات ولا اربعه وماكسيموم. هاد الفكره هادي اللي عجبتني تنتسناو هذا الالبوم هذا. مؤخرا كان وقع واحد البيف ما بين البيك وديزي دروس، ان البيك كان دق عليه في 3 بوين وما جاوبوش ديزي دروس، وعاود دق عليه في هاد التراك هذا اللي عرف واحد النجاح كبير من البيك واللي حرك الموفمون في الاخر ديال 2018. وراه غادي يبقى واحد 15 يوم عاد غادي يلوح ديزي دروس تراك ديال المتنبي
اللي لا بغيتي تعرف الكلاش وشحال من حاجه فيه، راه شرحته بالتفصيل الممل، غتلقى الحلقه هنايا ولا في الديسكريبشن بوكس. هادشي اللي كاين، نتمنى تكون عجبتكم الحلقه وما تبخلوش عنا بجيم، ونشوفكم في لي كومونتير. قولوا لي شي حاجه اللي بغيتوها تزاد ولا شي لعبه، وبارطاجيو باش هاد البرنامج هذا يوصل لواحد العدد كبير من الدراري وتحفزوني، بحيث انا غادي نبدا نلوح حلقه كل 15 يوم، واذا كان التفاعل كثر بحال والو نعاود نلوح لكم كل سيمانه. هادشي اللي كاين، تسناو الحلقه الرابعه اللي غادي تزاد فيها واحد الفقره اللي غادي تكون تفاعليه بيناتنا، خليوها مفاجاه. هادشي اللي كاين، تشاو اميغوس.